دكتور وسام، هنا في الاستديو نحن نتحدث نعم عن قصص منفردة فيها الكثير من الوجع، لكن هناك وجع عام موجود في قطاع غزة جراء هذا العدوان وتفاقم الحالة الإنسانية والوضع الإنساني الذي أصبح كارثيا سواء في مناطق الجنوب وخاصة في مناطق الشمال وتحديدا مدينة غزة. لأن هنالك سلاح آخر يستخدم، هو سلاح التعطيش، سلاح التجويع، ربما يدخل هذا حتى في إطار مسألة الإبادة الجماعية. نعم بالتأكيد، يعني منع الغذاء والدواء والوقود كله يدخل ضمن سياسة الإبادة الجماعية وضمن جريمة الإبادة الجماعية. يعني لو قلنا لماذا الوقود؟ الوقود عمليا هو الذي يشغل المستشفيات، هو الذي يشغل كل وسائل النقل التي تنقل الغذاء، تنقل الدواء، تنقل المياه، يشغل أبار المياه. كل هذا تمنع إسرائيل عن شمال غزة ومدينة غزة. نحن عندما نقول الشمال نقصد مدينة غزة كمدينة وشمالها الذي يضم بيت لاهيا وبيت حنون ومخيم جباليا. لكن الاحتلال عندما وضع الحاجز قسم شمال الوادي وجنوب الوادي، لكن عمليا هي مدينة غزة، نتكلم عن 500,000 في المدينة، وفي شمال غزة هم يعانون الجوع، يعانون العطش. هذه ليست بروباغندا إعلامية، هذا واقع حقيقي. يعني من خلال تواصلنا مع الجميع هناك الكل يعاني، لا يوجد أي شاحنات مساعدات تدخل إلى شمال غزة، لا يوجد أي منظومة بلديات قائمة، كل شيء تم استهدافه، كل شيء تم إخراجه عن الخدمة. كل هذه الجرائم هي يعني ستضاف أيضا كما قلنا إلى جريمة الإبادة الجماعية التي تم نظرها أمام محكمة العدل الدولية. بمعنى كل هذا سيدخل ضمن نطاق التقييم الشهر الذي وضعته يعني المحكمة كفرصة لإسرائيل لتقدم تقرير بعد شهر. لن تستطيع الإفلات أو تقديم يعني تقرير يقول أنه والله دخلنا للشمال مساعدات أو مياه أو غذاء أو دواء. عمليا لم يتم إلا إجراء واحد في الشمال، هو انسحاب الجيش الإسرائيلي من عمق المناطق في الشمال، بينما احتفظ بوجوده في جنوب مدينة غزة منطقة الجامعات، ولا زال يمعن في القتل والتدمير والنسف. يعني حتى المباني القائمة التي لم يطالها القصف الجوي عمليا يقوم بتفجيرها يدويا بالنسف اليدوي بأطنان من المتفجرات. كل هذه يعني جرائم مخالفة لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. بالمناسبة إسرائيل تخالف أحكام ليست فقط اتفاقية أو اثنين أو ثلاثة، 112 اتفاق وعهد وبروتوكول دولي إسرائيل تخالفها في خلال هذه الحرب الإجرامية على قطاع غزة. نتكلم عن ما يزيد على 2000 مجزرة تم ارتكابها، ما يزيد على 11,000 طفل، ما يزيد على 8,000 امرأة شهداء، ما يزيد على 60,000 جريح. وبالمناسبة معظم هؤلاء الجرحى يعني سيقضوا شهداء نظرا لانهيار المنظومة الصحية. ويمكن يعني في هذا الجانب نتذكر اللي هو خالك وأظن يعني ابن عمك أيضا قضوا وهم جرحى، قضوا شهداء بسبب انهيار المنظومة الصحية. عمليا لا يوجد مستشفيات، حتى كبار الأخصائيين في الأطباء يعني اللي هم قويين في مجالاتهم سواء العظام سواء القلب، كل التخصصات الدقيقة، المخ، الأعصاب، كل هذا إسرائيل قامت باعتقالهم وإخفائهم قصريا. نتكلم عن الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء، نتكلم عن الدكتور محمد الرون قبل أيام أفرجوا عنه وفي حالة صعبة جدا. طبعا هو كان يدير أقسام الجراحة في المستشفى الأندونيسي، بمعنى هو يعني أكبر طبيب متخصص مسؤول عن أقسام الجراحة في شمال غزة. الدكتور محمد عبيد تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، متخصص في العظام والعمليات المعقدة. عندما تم اقتحام مستشفى العودة، الجناح الذي يقبع فيه التابع لأطباء بلا حدود، تم إطلاق النار بشكل متعمد على أقدامه وإخراجه عن الخدمة بشكل تام. يعني الآن أصبح هو بحاجة إلى من يعالجه، رغم أنه يعني بروفيسور في تخصص العظام. كل هذه يعني تدخل في إطار الإبادة الجماعية كما قلنا. كل هذه الجرائم مجتمعة ومتفرقة لا زالت كابوس يلاحق إسرائيل أمام المحاكم الدولية، أمام المحاكم الوطنية. كيف أمام المحاكم الوطنية؟ هؤلاء الجنود الذين يقومون بهذه الجرائم وحتى قادة الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي لديهم يحملون جنسية مزدوجة، معظمهم يحمل جنسية مزدوجة، يعني الجنسية الإسرائيلية إضافة إلى جنسية أوروبية.
كل واحد يحمل جنسية خلاف عن الجنسية الإسرائيلية يستطيع أحرار العالم من الحقوقيين رفع دعاوى أمام محاكمهم الوطنية، محاكم البولندية، الهولندية، التشيلي، أي دولة في العالم موجود، روسيا، أوكرانيا، أي دولة يحمل جنسيتها يستطيعون مقاضته أمام هذه المحاكم الوطنية. فبالتالي هم أمام صراع قانوني وملاحقة قانونية متعددة الجبهات، سواء أمام محكمة الجنايات أو أمام المحاكم الوطنية الأوروبية. ولا نستغرب عندما نجد ملايين البشر خرجوا في العواصم الأوروبية خلافا لقرارات يعني رؤساء بلادهم. ألمانيا مثلا حليف رئيسي لإسرائيل في هذه الحرب، والبرلمان الألماني صوت بالإجماع لصالح وقوف ألمانيا إلى جانب إسرائيل، يعني كتعويض عن ما يسمى الهولوكوست، أنهم بدهم يردوا لهم موقف تاريخي ودعموهم في هذا في هذه الحرب. إلا أن ملايين البشر خرجوا في برلين وفي عدد من المقاطعات الألمانية يرفضون هذه الحرب الإجرامية.